في سياق آخر، تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت جهود الوزارة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5299 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 18 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت قرابة 421 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13254 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 6644 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة عيني ومستندي. كما تم ضبط 9 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 18 طن، وضبط 15 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 215 طن، وكذلك ضبط 6381 قضية ومخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 2.5 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 28 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 111.5 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 48 طن دقيق أبيض، وتم ضبط 3453 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 132 طن دقيق. كما تم ضبط 96 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 95 طن دقيق وقرابة 66.5 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 35 طن أسمنت و5 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 595 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 4647.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 246 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 57491 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 566,754 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 289,205 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2810 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 127 سائقا منهم. كما تم المرور على 121 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 620 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 551 مركبة وتبين عدم مطابقة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 304 سيارة و35 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 4232 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 860 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 936 مخالفة الأجهزة الضوئية
وضبط 2203 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2405 مخالفة ملصقات، وضبط 11 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1519 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 78,899 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,170,887 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 233 قضية، من بينها 104 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و129 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 43 قضية بقيمة مالية بلغت 79,158,622 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2512 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,149,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,142,508 جنيها.